ابو ضد الرصاص ثلاث ساعات من يا عربيتي ايه دي يا عربيتي سفارة امريكية عربيتي السفارة دي ايوه يا الخمسة دي لا داس على كتير بس موتت كتير يا عم انت طب ايه اللي دخلها موتت تعالف واحد يا عم ادوها لغاية ما هو ابوها تبعهم برضه طبعا السفارة امريكية داس على الناس كتير العربية دي خدت بروم ان انا اول واحد بتشيلها اللي افتح بروم ومن وراء